مستمعينا الاعزاء او في ان في ما كنتوا، السلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته. حصه جديده من حلقات دائما مع الباحث ديالنا في التغذيه وعلوم الرياضه دكتور لطفي زغاري. كل نهار معلومه جديده وفكره جديده كنتقاسموها معكم مستمعينا. صراحه انا كنشكر محبتكم، كنشكر كذلك تتبعكم لهذه الفقره، وتنتمنى ان شاء الله جاهدين انكم تكونوا صدى ديالنا. يعني اي حاجه، اي طلب، اي ربما معلومه قريتوها كتجربوها بغيتوا تاخذوا مزايا كثير من عند اهل الاختصاص الدكتور ديالنا لطفي الماتي ما خلش علينا. فما عليكم غير تركبوا ارقامنا ديال الواتساب اللي هي 06 2004. دكتور السلام عليكم، اهلا وسهلا. صباح الخير الاخت سميه، صباح الخير المستمعين والمستمعات. وكما كنقولوا ديما فاش كنبغيو نبداو، دونك يوم جديد مع موضوع جديد. موضوع جديد، واليوم موضوعنا غادي يكون كذلك شي حاجه اللي هي جديده، كيف ما كان واحد الصدى كبير ديال نبته القاتونه، هادشي علاش جاونا كثير ديال المساجات والرسائل حول النوعيه من المواضيع نبقاو نزودوا بها المستمعين ديالنا باش يكون عندهم واحد الثقافه عامه ويعرفوا كذلك الصالح من الطالح. مزيان ان الواحد يعرفها من عند الاختصاص او لا دكتور؟ صحيح صحيح، كيقول لك معرفه الشيء احسن من جهله، هاد الشيء اللي كاين. اليوم مختارين نتكلموا على الجينسينغ دكتور، هاد النبته هادي اللي تعطى لها واحد الهاله كبيره، واحد صدى كبير، خصوصا ما يتعلق ربما بالعضلات وبالمناعه وايضا حتى بالامراض الجنسيه، لانه بزاف ديال الرجال كيعتمدوها وكيتناولوها. فاحنا غادي نحاولوا نعرفوا بعدا شنو هي هاد نبته الجينسينغ والاصل ديالها واستخداماتها وشكون الناس اللي كيقدروا يستعملوها والناس اللي ممنوع عليهم يستعملوها، مع الاضرار والمزايا بطبيعه الحال للنساء والرجال على حد سواء. تفضل دكتور. صحيح اخت سميه، دونك الاختيار كما كنقولوا ديما الاختيار تبارك الله كيكون موفق، وهاد الاختيارات اللي كيكونوا عندنا حنا كنمشيو مع الرغبه ديال المستمعين. دونك كنتوصلوا مجموعه ديال الرسائل، مجموعه ديال الناس كيسولونا على هاد المحفزات، هما عباره عن نباتات اللي كيلعبوا دور ديال المحفزات سواء جنسيه ولا محفزات ديال الصحه البدنيه بشكل عام. وبالتالي كيكون واحد الخلط في مجموعه ديال المعلومات، سورتو ان فاش كنقلبوا سوغ انترنيت كنلقاو في مجموعه ديال المواقع اللي كيكون الهدف ديالها ربحي 100%، وبالتالي كيبقاو يعطيو واحد الهاله كبيره لمجموعه ديال الحويجات. الوغ الجينسينغ شنو هو؟ الجينسينغ هو نبات، يعني كائن حي نبات اللي يتم تناول، يعني لا الجزء اللي كنستخدموه بزاف طبيا وعلاجيا وفي المكملات الغذائيه هو الجذور ديالو. هو اصلا عباره عن جذور، وسبحان الله العظيم فاش كتشوف هاد الجذور دايرين بحال شي كائن حي، يعني دايرين بحال شي انسان صغير عنده راس وعنده رجلين ايتترا. داكشي علاش كانت هاد الشكل ديالو الغريب هو اللي حفز ودفع الناس منذ القدم انهم يبحثوا فيه ويقلبوا فيه، حيت قال لك طونكو كيشبه جسم انسان واقيلا راه غيكونوا فيه خصائص، وبصح عنده خصائص اللي جد عاليه بالنسبه للجسم، ولكن في نفس الوقت خصو يتخاد بحيطه وحذر حيت كل حاجه فيها المزيان وفيها الخايب. الوغ شنو هو الجينسين؟ كما قلنا هو عباره عن جدر جذوره، دونك اللون ديالو تقريبا فاتح، يعني بحال بيج بحال قهوي شي شويه، وفيه عده انواع. كاين الجينسينغ اللي كنسميوه حنا الجينسينغ الامريكي، وكاين الاسيوي الكوري، غتلقاو هاد التسميات بزاف. الكوري هو اللي معروف واللي موجود في الاسواق بزاف، اللي كيكون اللون ديالو شويه غامق، وهو داك الغموقيه او اللون ديالو اللي غامق هو اللي كيكون دليل على غناه مجموعة العناصر الغذائيه. الوغ الفوائد ديالو، صحيح فوائد ديالو كثيره، يعني طبيا كنستعملوه كمحفز، كنستعملوه في الطاقه لزياده الطاقه، وفي بعض الامراض نقدروا نستعملوه باش نعاونوا داك الادويه اللي نقدروا كناخذوا. الوغ الفائده الاولى اللي نقدروا نهضروا عليها هي زياده الطاقه. حنا كنعرفوا ان حاليا بفعل لو مود دو في جديد، نمط الحياه اللي كيعيش الانسان حاليا، من الصباح هو كيجري مع العمل، وخت سميه راه دابا جات كتجري حتى هي، وديما الخدمه الصباح والعشيه، ديما كاين الضغط، ديما كاين الضغط النفسي، يعني الجسم كيستهلك طاقات كثيره. دونك هاد الطاقة يجب تعويضها بالأغذية بيان سور، ودي فوا واخا كناكلو أغذية متوازنة كيبقى عندنا نقص في واحد المجموعة ديال العناصر، سواء كيكون عندنا مشكل على مستوى الجهاز الهضمي أو عندنا مشاكل جهاز عصبي ديالي كياخذ ليا طاقة كثيرة. دونك هاد الجينسينغ إلا تناولته بعدة طرق، يعني حيت من بعد غنهضرو على الطرق كيفاش كيتكال، دونك الهدف الرئيسي ديالو هو كيساعد الجسم على كما كنقولوا زيادة الطاقة، وهضرت على الجهاز العصبي او الدماغ. وغالبا هذا اللي قلبتوا في السوغ انترنيت الناس اللي كيستنتونا اليوم، حنا كنعرف دابا ان كنكونوا كنهضروا اخت سميه والناس راه كتقلب سوغ انترنيت باش تشوف، صحيح باش كتكتشف حتى الصوره والشكل ديالو. دونك خصهم يشوفوه باش يعرفوا اكزاكتمون الشكل ديالو، باش نهار كاع الا بغيتي تمشي تشري تكون عارفه تقريبا، واخا هو قليل انك تلقاه في الحاله الطبيعيه ديالو، سواء غتلقاه مجفف او لا كاريمون غتلقاه ديجا شدو تطحن وتباع بواحد الشكل من الاشكال، سواء على شكل كبسولات ايتترا. الوغ معروف انه يزيد الطاقه، فاش كنقولوا كيزيد الطاقه كنهضروا على الطاقه الجسديه اللي كنحتاجوها في النشاط البدني ديالنا، وكذلك الطاقه الذهنيه. دونك مجموعه دراسات
ماشي. المهم دراسات قليله حيت مازال هو في طور الدراسه العلميه، مجموعه ديال الدراسات بينات ان عنده تاثير ايجابي على القدره الذهنيه، يعني على تحسن وظائف الدماغ. صحيح، وظائف الدماغ، الناس اللي كيكون عندهم ضغط، الناس اللي كيخدموا بزاف، الناس اللي تابعوا امتحانات، الناس اللي عندهم لقاءات، اللي عندهم ندوات يقدروا يتناولوه. خصوصا حنا كنعرفوا فاش كتكون كتوجد الامتحان ولا ندوه اولا تسجيل اولا مرور تلفازي كتكون واحد شويه ديال الضغط، داك الضغط قد يحيد لك الشهيه، وبالتالي داك النقص ديال الماكله اللي كليتي يعطيك نقص في الطاقه، وهذا هاد النبته الجينسينغ تقد تعاونك في هذه الحاله هذه، وبالتالي تتحفزك شي شويه ديك الطاقه وجهاز عصبي انه يكون خدام واخا يكون ناقص الطاقه في الحاله العاديه. حتى الاشخاص مع تقدم العمر دكتور صحيح كيبداو ينساو شويه. صحيح، دونك هنا بمجموعه الابحاث واخا قليله بينات انك قد يحسن الى تم تناوله بواحد الجرعات مناسبه في واحد المده زمنيه ديال 3 اشهر، كنبداو نشوفوا تحسن في الوظائف الذهنيه عند الناس اللي اصلا عندهم مشاكل ديال الذاكره. هذا من جهه. من جهه ثانيه هي واحد المرض اللي بغيت نهضر عليه هو التصلب اللويحي، ما عرفتش استاذه سميه واش فايت سمعتي به. صحيح. ولا سكليروزون بلاك. هو سي مالادي اوتو ايميون، يعني الجهاز المناعي ديالك بحال كيطرى ليه واحد الخلل وكيولي هو كيحارب ليا الجهاز العصبي، يعني منين كيدوزوا ليا الرسائل العصبيه. الوغ هذا الجينسينغ في واحد الدراسه بينات انه يحسن هذه الوظائف وكيقلل من العرض، حيت هذا المرض هذا التصلب اللويحي هو مرض كيقيس كيقيس الشباب، يعني تقريبا ما بين 25 حتى 30 سنه. السبب الرئيسي علاش كيقيسنا ما معروفش، وباش المتابعين يقدروا يعرفوا اين هو المرض، هو اللي كان قاس العالم الفيزيائي الامريكي ستيفن هاوكينغز. دونك كيأدي الشلال حيت الوظائف والجهاز العصبي ما كيبقاش يرسل لك الرسائل. دونك هاد الجينسينغ بينات ان الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل الا تناولوه بطريقه معقلنه يقد يحسن الوظائف العقليه والذهنيه ديالهم. كذلك عنده تاثير، المهم في مجموعه ديال الابحاث بينات ان عنده تاثير ايجابي بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الرئه، وكاين واحد المرض سميتو داء انسداد الرئوي. دونك هاد الناس هادو توا كيحسن لهم التبادلات الغازيه اللي كطرى على مستوى الجهاز الرئوي. وكذلك الحاجه المهمه فيه اللي انا الا بغيتي تناولها خصك تناولها على ود هذه القضيه هذه، هو غناه بمضادات الاكسده، مضادات لي زونتي اوكسيدون، غني بشكل خيالي بمضادات الاكسده. وفاش كنهضروا على مضادات الاكسده هما المضادات اللي كيحاربوا ليا تكوين الاورام السرطانيه. حيت فاش كتقول اليوم كليت وبالعشيه كليت وبعد غدا كليت وتضغط، دونك هذا الشيء كامل عنده كيخلي لنا واحد الفضلات تاكسديه على مستوى الجسم، الا بقات لنا في الجسم ما قدرناش نتخلصوا منها الله يستر كتحفز ليا دوك الخلايا اللي كيكونوا نقولها بهذه الطريقه، الخلايا اللي حماقت شي شويه، حيت السرطان هي خلايا ديالنا كتكون حماقت وكتقدر شي خدمه باش يتال تما، هو كيكبح هذا العمل هذا وبالتالي كيدير لك الوقايه من السرطان انه يبان من الاول. ثاني حاجه هو انه يحسن المزاج، دونك كيلعب شي شويه على الهرمونات، حيت قلنا راه محفز جنسي، دونك فاش قلت محفز جنسي راه ماشي غير الذكور، محفز جنسي حتى للنساء، حيت حنا ديما المشاكل الجنسيه اولا المحفزات كنظنوا ان كيقدر ياخذها غير الراجل، لا كيقدروا ياخذوها بجوج، كما يقدر يكون برود جنسي عند الراجل يقدر يكون حتى عند النساء كذلك. الوغ علاش هو كيحل المشاكل الجنسيه؟ حيت اصلا سي ان فازو ديلاتاتور، سي كو ان فازو ديلاتاتور كيوسع العروقه وكيسهل عمليات ديال مرور ديال الدم. داكشي علاش قلنا مزيان حتى الدماغ، حيت الدماغ كلما وصل ليه الدم بزاف كلما كيتغذى بزاف كلما كيوصل ليه اكسجين بزاف، بالتالي كنستافدوا من داكشي اللي كنتناولوا. كذلك بالنسبه للناس او للرجال اللي كيكون عندهم مشاكل جنسيه مثلا ضعف الانتصاب او حوايج واحد اخرين، كيكون السبب الرئيسي الا ما كانش نفسي كيكون عضوي. المشكل فاش كيكون عضوي هنا اوتوماتيكمون هذا الجينسينغ تقد تساعد، ولكن ماشي بديك الطريقه الخياليه اللي غيقدروا بعض الناس يتخيلوها، حيت من مجموعه المكونات الكيميائيه اللي كاينه في الجينسينغ اعتمدوا عليها باش يصوبوا مجموعه المراهم، يعني بومادات مراهم اللي كتساعد في مشاكل القذف السريع، مشاكل الانتصاب ايتترا. كذلك الا خديناها كمنقوع، يعني اون تيزان، نشدوا مثلا ذاك الجذوره وكيطحنوا شي شويه وكنديروهم في الماء وكيطلقوا، تقد النساء من بعد سن الياس، يعني في ديك المرحله ما بين 40 و 50 سنه، دونك سن الياس فاش كينقطع الطمث ومجموعه الاخر كيطراو اختلالات هرمونيه كثيره، تقد المراه تبقى تاخذو اوتوماتيكمون كيحسن لها الرغبه الجنسيه ايتترا، كيعطي اون سيغتين كاليتي دو في او جوده حياه. هذا من جهه. هضرنا على مضادات الاكسده وهضرنا على المناعه، دونك مضادات الاكسده ما كيخدموش ليها غير باش يبينوا باش يبعدوا عنا الاورام السرطانيه، مي كذلك لتحفيز المناعه. دونك في هذه المرحله اللي حنا كنعيشوا ديال التقلبات المناخيه، وكنتمناو من الله اخت سميه من هذا المنبر ان الله سبحانه وتعالى يستجب لنا ويكونوا تساقطات خير علينا، حيت نحن بحاجه لها. اكيد.
دونك هاد التغيرات المناخيه وسبحان الله العظيم حتى فاش كتعطل الشتاء الفيروسات كيديروا فينا ما بغاو دونك حتى الشتاء كتلعب دور كبير ايتيتيرا. دونك هاد الجينسينغ فيه مواد كيميائيه اللي نقدروا نعتبروها مضاده للجراثيم مضاده للبكتيريا مضاده للفيروسات دونك هادو كاملين حويجات اللي كيكونوا كيؤديوا ليا الى مشاكل على مستوى الصحه. الو حاجه واحده اخرى اللي بغيت نضيف هي بالنسبه لسكر الدم دونك هذا هو السؤال اصلا اللي كان كيجينا في الصفحه الرسميه ديالي هذه دي. الناس ديال السكر تيقلبوا عليه كيقول لك اعتقادا انه تيقاد السكر او تيحسن من المرض صحيح. فرايك دكتور في هذا الموضوع؟ الوغ بالنسبه لمرضى السكري، مرضى السكري كأي مريض كيعاني من مرض مزمن ما ليهش الدواء، يعني اللي خصو يتعايش معاه بقوة ما كيعيا، أنه خصو ياخذ مثلا جوج الكينات في النهار ولا ثلاثة الكينات في النهار ولا يدير الأنسولين جوج مرات كيعيا، علاش كيبدا يقلب؟ كيبدا يقلب على حلول اللي بين قوسين طبيعية باش يخفض نسبة ديال السكر في الدم ديالو ظنا منه أنها غتكون حسن طونكو طبيعية. الحاجة اللي غنبغي نقول لكم قبل ما نقول لكم هاد الجينسينغ واش هيهبطنا السكر ولا ما يهبطش، أول حاجة خصك تعرف هي أن كاينين أعشاب كثيرة كتخفض لي نسبة السكر في الدم، ولكن الأصعب في هذه القضية هذه هي ما كتعرفش التركيز اللي خصك تاخذ في النهار، يعني الكمية اللي خصك تاخذ في النهار. تقد الله يستر تاخذ كمية أكثر من الحاجيات ديالك وتطيح لك السكر اكثر من القياس، وبالتالي تكون غادي في خدمتك ولا صايق وتجيك سكون ابيل اون هيبوغليسيمي، طيح لك السكر والله يسر عرفتش كنقول لك تحت السكر عندك واحد نص ساعه الا ما تمش الاسعاف ديالك غتدخل في الغيبوبه، ومن مور الغيبوبه الا ما تمش الاسعاف ديالك الله يسر تقد تادى الى الموت. الوغ هذا الجينسينغ صحيح كيهبط نسبه السكر في الدم، غير هو يجب اخذه بحيطه وحذر، يعني الكميه تكون قليله ومن وفاش ناخذه ما نحبش الدواء ديالي، الا كنت كناخذ الكينه نبقى ناخذها، والا كنت كناخذ الانسولين نبقى ناخذه. دونك ديما مع الاستشاره مع الطبيب المعالج. علاش كنقول لك انا ما نقدش نقول لك الكميه، حيت الكميه عندها علاقه معياش، عندها علاقه مع نوع الدواء اللي كتاخذ، مع الانسولين وشحال ديال الانسولين كتاخذ ونوع الانسولين. دونك هادشي انا ما عنديش هاد المعلومات، ولكن هاد المعلومات كيكونوا عند الطبيب ديالك. كتمشي عند الطبيب ديالك كتقول له شوف راني بغيت ناخذ، غير زعما قولها للطبيب، كاين اللي ما كيخبي على الطبيب هاد المعلومات وكيوليو ديما عنده مشاكل. واش هذا دكتور صالح فقط غير يعني هذا الموضوع ديال التفاعلات ربما الدوائيه مع الجينسينغ غير الناس ديال السكر، ولا اي واحد شخص كياخذ شي دواء معين على شي مرض معين خصو يستشر قبل ما يدير؟ ضروري ضروري ضروري، حيت دابا هاد المركبات او هاد النباتات فيهم مركبات كيميائيه هي اللي كتلقاها كتهبط السكر ولا كترفع ضغط الشرياني ولا كتهبط الضغط الشرياني. الوغ هاد المكونات الكيميائيه هي في الاصل دي فوا كتكون كتدخل اون انتيراكسيون، كتدخل في تفاعلات مع دوايات اللي عندك انت كتاكلهم، تقد تبطل المفعول ديالهم او الله يسر تقد تؤدي الى ظهور مواد كيميائيه اخرى اللي كتكون اخطر، وكتكون عندها لا توكسيسيتي طالعه، يعني السميه ديالها كتطلع وغتولي في مشاكل كثيره. داكشي علاش الحاجه اللي بينات في مجموعه المقالات العلميه المنشوره في مجموعه ديال الجرائد المحكمه هي ان الجينسينغ عنده دور كبير في تخفيض نسبه السكر في الدم. علاش؟ حيت كيحفز ليا الانسولين، كيحفز ليا انتاج الانسولين، وكلما خرج الانسولين كلما اوتوماتيكما راه النسبه ديال السكر في الدم غتنخفض، ولكن هادشي خصو يتخاذ بعين الاعتبار مع الكميه ونوع ديال الدواء اللي كتاخذ باش ما يطيحش لك السكر اكثر من القياس. الوغ وكاين المهم الا قلبوا المستمعين راهما كيتصنتوا لنا، الا قلبوا في انترنيت غيلقاو ان بزاف الاستعمالات كل شنو كيقول وكل شنو شنو كينصح. دونك دابا الحاجه اللي غنبغي نقربهم منه هو الكميه اللي خصني ناخذ. مثلا مريض بالسكري كياخذ مثلا غير الدواء ما خصوش يفوت جوج المعلقات في النهار، جوج معلقات يعني مفروقين، يعني يدير وحده مثلا الصباح وحده في العشيه، ومن الافضل ما يتناولوش قبل ما ينعس. علاش قبل ما ينعس كتكون القضيه اصعب؟ حيت الا خديتي مثلا شي حاجه كتخفض لك نسبه السكر في الدم قبل ما تنعس تقد الله يستر دير لك اون هيبوغليسيمي وانت ناعس، يطيح لك السكر وانت ناعس، وفي هذه الحاله كيكون الاسعافات وهذا الشيء كامل غيكون اصعب. داكشي علاش من الافضل ماشي قبل ما ننعس، من الافضل ناكلهم ناخذ هذا الجينسينغ الا فكرت ناخذه بالنهار. بالنهار بالنهار. هنا كنتكلموا على ماده خام طبيعيه مطحونه ياك دكتور؟ صحيح، دابا هنا كنهضروا على ماده خام طبيعيه. دونك اللي لقاها عند العطار غاتمشي عنده الجينسينغ، حنا ما بغيناش نبدل السميه ولا نعطيك اربعه سميات، هي معروفه بهذه الكلمه هذه الجينسينغ، هذه هي باش غتسول عليها وغتقلب عليها عند العطار. الوغ كي كتخاد سواء الى لقيتي داك الجذور ناشفين بيان سور كيتغسلوا كيتنشفوا كيعاودوا غير ينشفوا بوحدهم، يعني ما يطيبوش ما يتحمروش حيت غيفقدوا القيمه الغذائيه ديالهم، بحال غيتحرقوا يعني ما نحطوهم لا فران ولا في مقله، لا حيت غيتحرقوا حيت المواد الغذائيه ديالهم غيتحرقوا. من الافضل اصلا هما ناشفين ما فيهمش الماء، تزيد انت تنشفهم دونك دغيا غيقد يتحرقوا والقيمه الغذائيه غتنقص. دونك نقدوا سواء تقشر واحد شي شويه وديرهم في ديك الخنيشات الصغيورين اللي كنديروا فيهم الاتيزان كيكون فيهم اتاي، تقد تخويه وديرها تما وتسد عليها شويه ودير ما شويه سخون وتحطها وتخليها تطلق وتشرب داك المنقوع. غير هو فاش كنكون ما عمري تناولتها
وسورتو اللي كان فيها الضغط الشرياني ولا مرض مزمن ولا السكر كنسميوها اون تيست لا توليرونس. شنو هي كنتيستي لا توليرونس للجسم ديالي؟ هي القابليه. كنبدا غير بدي دوز صغيورين وانا غادي كنطلع باش من تقبلها الجسم ديالي باش نعرف واش تقبلها. حيت ما تقولش لي انا هذاك جاري اللي حدايا راه شربها وكيشربها لمده 6 شهور ما دارت ليه والو، انت تقد تشربها نهار واحد ودير لك مشكل. حيت الجسم يختلف مجموعه ديال الحويجات. الوغ كذلك بالنسبه للمشاكل، المشاكل الجنسيه، مشاكل الانتصاب، غالبا كيكون المشكل هو الدوره الدمويه. كيكون مثلا مريض السكري عنده نسبه السكر في الدم طالعه بزاف وما كيديهاش فيها، دونك وبالتالي كيطراو ليه سكون ابيل التهابات على مستوى العروق الدمويه، وهذا الشيء هو اللي كيؤدي الى ضعف الانتصاب. الوغ الا بقى السكر ديالك طالع واخا تاكل كيلو ديال الجينسينغ ما غايتحلش المشكل. علاش؟ حيت العروق اصلا فيهم مشكل. دونك خص نسبه السكر في الدم، دير نظام غذائي صحي، دير الرياضه، تبع الدواء ديالك وتبع الهضره ديال الطبيب ديالك، يهبط لك نسبه السكر. ديك الساعه المشكل ديال الانتصاب ولا مشاكل جنسيه غتبقى غدا وكتنقش. تقد ديك الساعه تدخل كمكمل غذائي او لا كعشبه، تدخل الجينسينغ غتعاونك انها ترد لاكتيفيتي سيكسويل ديالك، يعني ترد النشاط الجنسي ديالك. الوغ بالنسبه للتوتر، التوتر راه حنا كاملين كنتوتروا، يعني فاش كنهضر على الضغط النفسي اللي كنعيشوه مع الحياه. حتى حده اكتئاب، يعني كاين بزاف اللي كيعتمدوا في العلاجات حالة اكتئاب دكتور. صحيح. دابا المشكله ديال الاكتئاب فاش كنقولوا الاكتئاب والتوتر، الوغ التوتر والضغط النفسي حاجه والاكتئاب حاجه واحده اخرى. الحاله المرضيه ديال الاكتئاب. صحيح. دونك التوتر والضغط النفسي، حيت دابا كندخل في الانترنت وكنبقى نشوف الناس كيكتبوا عليه، كيكتب انا عندي الاكتئاب، اصلا اللي فيه الاكتئاب كاع ما كيكتبها. علاش؟ حيت فيه مرض. دونك وبالتالي الحاله ديالو كتكون حاله مرضيه، كيستاهل خصو يمشي يتبع مع طبيب نفساني وياخذ دوايات مضادات الكآبه ايتترا. الوغ اللي كياخذ مضادات الكآبه او لا سكون ابيلي زونكسيوليتيك ما خصوش يقيس الجينسينغ، حيت كيطراو لنا تفاعلات كيميائيه بيناتهم ويقدر يطلع ليه المفعول الو يدير ليه مشاكل. دونك من الافضل انه ما يتناولهاش، ولكن كنهضر على الحاله العاديه اللي فاتين هضرنا في حلقه اخرى على الضغط النفسي والستريس ايتترا. الا كتحس بهذا الشيء نقد ندخلوا هذا الجينسينغ في الحياه اليوميه ديالنا ونتناولوها لمده ديال 3 شهور يوميا، ما كاين حتى شي مشكل. معلقه صغيره ولا جوج معلقات ما نفوتوهمش، دونك نخلطوهم سواء مطحون كما قلت لك سواء فوم دو تيزان، يعني نقشروها شي شويه ولا نقطعوها ونديروها تلق في واحد الكاس ديال الماء كمشروب كاتاي. دونك غتعاونك في في في, في, في كان غولاكسون، يعني تعاون الجسم ديالك انه يترخى، سورتو الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الضغط النفسي ما كيقدروش ينعسوا بالليل ايتترا. واخا الدكتور بالنسبه للمذاق ديالها، يعني لا دغ شويه حار مر نقدروا نزيدوا العسل او نضيفوا الاطباق مثلا مريقه هكا في طاجين ما تبانش. لا الا جينا نطيبوا بها غتبدل لي شي شويه المذاق وتقد تخلي لي في تفاعلات تبدل لي حتى لا تيكستور حتى البنيه ديال ذاك المريقه اللي عندنا. من الافضل ان حيت الهدف الرئيسي ديالنا حنا غنستعملوها كما كنقولوا كنستعملوها لغرض طبي او لغرض، يعني من الافضل انها نتناولوها على معده فارغه بعدا، يعني ما تدوش بشي حاجه واحده اخرى باش الامتصاص ديالها يكون اسرع، ما تخلطهاش مع الخبز ومع اغذيه اخرى وغيولي الجسم خصو يبدا يضرب تماره اكثر انه يجبد ديك العناصر الغذائيه. وسورتو الا كان عندنا مشكل ديال الهضم ما غنستافدوش منها. من الافضل اننا نشربوها على شكل كما قلت لك منقوع في الماء اون تيزان، اولا اللي ما لقاهاش راه كاينين محلات، كاينين دي فارماسي اللي كيبيعوا مكملات غذائيه مصوبه من هذا الجينسينغ، يعني هذيك تتباع على شكل صور مكملات غذائيه. صحيح. دونك على شكل كبسولات كيكون فيهم هذاك هذاك الجينسينغ، سواء مطحون سواء معدل شويه باش يصبر شي شويه باش ما يخسرش بيان سور، ونقدو نتناولوه. في هذه الحاله كيكون الكميه معروفه، كتناول حبه ولا جوج حبات كتكون سهله عليك في اليوم. في اليوم بيان سور. في اليوم. الوغ هذا من جهه. دونك باش نلخصوا هي ان الاستعمالات عديده، دونك على حساب انا علاش غنستعملهم. قلنا كيسهل لي ما هو او كيحفز لي شي شويه الجهاز العصبي والدماغ ديالي الا كان عندي مشاكل في لا ميموار، يعني مشاكل في الذاكره. الناس اللي كيوجدوا امتحانات واللي كيتضغطوا مع الامتحانات كيبقى هذا اختيار جيد بالنسبه لهاد الناس. الناس اللي كيعانيوا من مشاكل جنسيه وكنسطر على مشاكل جنسيه خصك تعرف بعدا السبب الرئيسي ديالها، حيت المشاكل الجنسيه كاين المشاكل النفسيه اللي كيكون هو عنده مشكل نفسي ما عنده علاقه مع هو عضوي، يعني ما عندوش خلل عضوي شي عضو عنده فيه مشكل، كيكونوا هرموناته مزيانين كل شيء مزيان ولكن نفسيا كيكون عنده هذا المشكل. في هذه الحاله الجينسينغ ما تعاونكش. ثاني حاجه، الا كان عندك مرض السكري ولا الضغط الشرياني وكتاخذ ادويه كثيره، تقدر تكون ان نسبه السكر ديالك اللي ما مقاداش في الجسم ديالك واللي ما بغيتيش تقادها انت ودير مجهود عليها هي المسببه الرئيسيه في ضعف الانتصاب او لا مشاكل في الشهوه الجنسيه. دونك خصك تقاد السكر عاد ناخذوا الجينسينغ اللي غتعاوننا وتحفزنا تحفز لنا الغدد ديالنا انهم يفرزوا
يفرزوا هاد كما كنقولوا هاد المركبات الكيميائيه والهرمونات اللي غتساعدك في ما هو جنسي. الوغ هادشي اللي كاين. دونك اخر حاجه بغيت نزيد هي التدخلات الدوائيه اللي شرتي لها الاخت سميه وتبارك الله عليك، دونك كنت غنساها. كيتداخل مع مجموعه ديال الادويه، منهم ادويه ديال مرض السكري، ادويه ديال الضغط الشرياني، وكيدخل ليا في تفاعلات مع الكافيين. وانا بغيت نقول الكافيين حيت انا عارفك القهوه وش نعرفك مع القهوه داكشي علاش ضروري مبغيتش ندوز بلا ما نهضر على القهوه. الوغ الكافيين والجينسينغ الا تخلطوا كيقدروا، واحد دابا الجينسينغ شنو هو؟ قلنا محفز طاقي. فاش وكيفاش كيحفز الطاقه؟ كيحفز الدوره الدمويه. وفاش كيحفز الدوره الدمويه شنو كيحفز؟ كيحفز القلب، حيت القلب هو المضخه ديال الدوره الدمويه. الوغ تخيل معايا الجينسينغ كيطلع لي النسبه ديال الدقات ديال القلب باش الدوره الدمويه، والقهوه شنو كدير اخت سميه؟ حتى هي منبه، حتى هي منبه، وبالتالي كنوليو في ان سوغدوجاز ديال المنبهات والقلب غيضرب اكثر من القياس. يقدر يصير ناخذوها في الصباح على الريق. صحيح، ماشي ضروري الصباح على الريق، ماشي ضروري الصباح على الريق، ولكن من الافضل من مثلا ما بين الوجبات ولكن على الريق باش تقد انها تستعمل مزيان. الا كنتي الصباح كتاكل ولا كتشرب كاس القهوه كبير بحال هذاك اللي كتجيبي معك اخت سميه، من الافضل من الافضل انها ما تناولهاش الصباح وتخليها حتى مثلا ما بين الفطور والغداء، ديك لا بيريود او ديك المرحله المده الزمنيه اللي كيكون الانسان في حاجه الى طاقه باش يكمل نهاره. وهادو كلهم اكيد نصائح لتفادي الاثار الجانبيه. جميل انك شرتي لهذه النقطه هذه دكتور لطفي. فعلا شنو هي ربما العلامات الانذاريه اذا كنا كنستخدموا هذا الجيسينغ واحد المده وعطاتني بعض الاعراض في الجسم ديالي اللي ما كنتش متعود عليها واكيد غتشكل واحد المشكل، شنو من هذه الاعراض اللي تخليني نضطر اني نوقف هذه الطريقه هذه ديال اخذ الجيسينغ؟ الوغ اول حاجه غتلاحظها هي ان الا كنتي فاش كتاخذها قلبك كيبقى يضرب اكثر من القياس، كتحس بقلبك لي بالبيتاسيون كيتزادوا، دونك سرعان دقات القلب هذه. دونك هنا راه سوا خديتي لا دوز كبيره اولا ما جاتش معاك، اولا خديتيها مع منشطات اخرى، ما خديتيها مع قهوه، خديتيها مع مشروب طاقي اخر، وبالتالي هذا الشيء غياثر لك على قلبك. هذا من جهه. من الجهه الثانيه الا بان فيك طفح جلدي ولا بدات كتجيك بحال الحكه، دونك هنا قد تكون عندك حساسيه منها خصك تبعد منها، والحساسيه خصك ترد معها البال. ثاني حاجه مريض بالسكري نهار بدا كياخذها ولا كيحس ديما بالسخفه وديما العيا، دونك هنا كتعني ان عنده مشكل في السكر في الدم، يعني انخفاض السكر في الدم. عنده جوج الحالات، سوا يمشي كيجري للطبيب المتابع ديالو المرافق ديالو ويحكي ليه هادشي، سوا غينقص ليه شويه من الدواء باش يخليه ياخذ الجينسينغ، سوا غيحيد ليه الجينسينغ في خطره ويقول له غير تبع الدواء ديالك، حيت كما قلت لك الجينسينغ المشكل ديالها هي ما غنعرفوش الكميه، الكميه اللي خصك تاخذ في النهار على حساب النسبه ديال على حساب النسبه اللي عندك في النهار. ثاني حاجه الناس اللي ما خصهمش يضروا بها هما الناس اللي يعني اللي كياخذوا ادويه اللي كتاثر ليا على تخثر الدم، حيت قلنا حنايا مثلا كاين اللي كياخذ مثلا ادويه اللي هما عباره عن مضادات التخثر، كيكون عنده اصلا مشكل في الدم كيكون جاري اكثر من القياس، كياخذ ادويه باش ان ذاك الدم يشد راسه شي شويه باش ما يبقاش يجري، حيت كيكونوا كيعانيوا الله يستر من نزيف ايتترا دغيا كيتجرحوا دغيا يعني. دونك هاد الناس هادو ما خصهمش ياخذوا الجينسينغ، حيت قلنا الجينسينغ كيفاش كتخدم؟ كتسرع ليا الدوره الدمويه، اذا هو كياكل الدواء باش يخثر الدم وغيولي ياخذ حاجه اللي غتطور ليه الدوره الدمويه بزاف، دونك ما عندها ثمن. دونك هادو بشكل عام هادشي اللي هادو هما الناس اللي ما خصهمش ياخذوهم، وحتى بعض كما كنقولوا بعض التدخلات الدوائيه وكذلك الاضرار اللي قدوا يتنتبوا على. هل دكتور انه مفيد على حسب الهاله اللي تخذت له هذا الجينسينغ والمزايا اللي تيتكلموا عليها الناس، هل فعلا يستحق هذه الهاله كامله ولا كاين امور اللي ممكن نقدروا نعوضوها بها وماشي حتى للدرجه يقدر يساعد في هذا الشيء كامل اللي ذكرناه؟ شو رايك انت دكتور؟ دونك انا وجهه نظري انا نقدروا نعيشوا بدون جينسينغ عن ماديا انا مرتاح ونقدر ندخل مكملات غذائيه، من الافضل ان المكملات يكونوا طبيعيه والجينسينغ واحد من هذه المكونات الطبيعيه اللي نقدر ندخله في حياتي اليوميه. دونك يقد يعاونني مثلا في انتاج الطاقه، يقد يعاونني جنسيا، وكياخذوه حيت فاش كنقولوا كيعاونني جنسيا راه حنا كيعاوننا الهرمونات الجنسيه، حنا كنعرفوا مثلا عند الراجل الهرمون الجنسي هو التستوستيرون، والتستوستيرون هو الهرمون ما عندوش غير دور جنسي، عنده دور ديال بنايه العضلات، بناء ولا بناء العضلات باردون. الوغ الرياضيين الهدف كيكون الرئيسي هو بناء العضلات، وبالتالي كيكون اختيار جيد بالنسبه للناس يدخلوا، فعاود ما نبقى ناخذ ذاك المكملات الغذائيه الكيميائيه المحضه، من الافضل ندخل هادشي اللي كيكون عنده طابع
طبيعي وغيعاوني بدون مضافات غذائيه اللي غتكون عندها مشاكل. ولا لقيتها طبيعيه عند العطار من الافضل، ما لقيتهاش عاد نقد التجا المكملات الغذائيه اللي مصوبه من الجينسينغ. طيب دكتور، كيظهر لي انه درنا واحد اشاره عامه على اهم الفوائد وكذلك حتى الاضرار والمزايا ديال استخدامات الجينسينغ بطريقه مناسبه باش نقدروا نستافدوا من القيمه ديالو، وكيبقى دائما الاستشاره الطبيه خصوصا اللي كنتوا مرضى كتاخذوا ادويه دكتور او كتعالجوا على بعض الامراض معينه او انتم في وضعيه خاصه كمراه حامل او كاطفال، فيمنع منعا كليا الاعتماد على هذه النوعيه من العلاجات البديله الطبيعيه، ياك دكتور؟ صحيح صحيح. فاش كنهضروا على مرأة حامل أو لا فاش كنهضروا على طفل كنهضروا على حالة فيزيولوجية خاصة. والحاجة اللي ما مثبتاش علميا 200% ماشي 100% 200% من الأفضل أنها ما تجرباش في ديك الحالة، حيت كيكون الجسم أكثر عرضة الله يستر أنه يطراو ليه مجموعة ديال المشاكل لا ليها لا للجنين، وكذلك الأطفال كيكون حالة فيزيولوجية صعبة حيت المرحلة ديال النمو والله يستر كما كنقول لهم ديما الأخت سمية هما الأمراض اللي كيبانوا في 30 سنة في 40 سنة وهما لو ريزولتا او النتيجه ديال التراكمات ديالنا من كنا اطفال حتى لدابا. حيت كاين اللي كيقول لك وانا راني كندير رياضه وما عرفتش علاش جاني السكر، فاش كتقلب ليستواغ ديالو ولا الحكايه ديالو كتلقى مثلا كيدير الرياضه وقاد الماكله حتى دار 35 عام، عاد فهم عاد نضج عاد ولا كيدير الرياضه وكيقاد الماكله، ولكن الا شتيه من 12 عام حتى ل 35 عام اللي هي مده زمنيه طويله ديال واحد 20 عام غتلقى انه كان كيتناول اللي بغا وكيدير اللي بغا وما كيناعش مزيان وما كيدير لا رياضه لا والو، وبالتالي داك الشيء تخزن هو اللي عطاه المرض على حتى دار 30 ولا 35 سنه. طيب شكرا جزيلا لك دكتور لطفي صغري باحث في علوم التغذيه والرياضه على معلومات حلقتنا ديال اليوم، قربتينا كثير من الجينسينغ يعني نزول عند رغبات كثير من المستمعين ديالنا، واكيد انا الكلمه من عندك باش تودع المستمعين ديالنا والمتتبعين ديال هذه الفقره هذه، تفضل دكتور. المستمعين والمستمعات الله يجازيكم بخير، كما كنقولوا انا واخت سميه كنخلعوكم شي شويه ولكن في نفس الوقت للافاده، دونك كنخلعوكم وكنعطيوكم حتى ما هو مفيد. انا كنتمنى من الله ان هذه المعلومات اللي كنعطيوها بهذه الطريقه غالبا راه حنا كنعتمدوا على الرسائل اللي كيوصلونا، يعني الرسائل اللي كيوصلوني في الصفحه الرسميه ديالي ولا الصفحه الرسميه او لا في الارقام الواتساب ديال راديو ام اف ام، دونك حنا كنبقاو راه الاشاره في جميع المواضيع، اي موضوع كاين فيه شويه ديال 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 لومبيغويتي ما واضحش ما عارفش واش ديروا ولا ما ديروش صيفط لينا وحنا غنجاوبوك وغنحاولوا نبسطوا الامور حتى تفهم سون اوكان بروبليم. شكرا جزيلا لك دكتور لطفي صغاري على معلومات حلقتنا ديال اليوم، انا غنتمنى لك ان شاء الله يوم طيب وموعدنا يتجدد غدا مع معلومه جديده ان شاء الله. اما اللحظه